عيون الثورة تعبير استخدم في مصر بعد اندلاع ما سمي ثورة يناير التي أطاحت بمبارك، والمقصود هنا العيون التي تعرضت لخراطيش الأمن والشرطة فاقتلعت بغية القضاء على إمكانية رؤيتها للغد. أنا هنا في القاهرة لأنقل لكم حكاية جديدة من حكايات مع أكرم خزام. هذه المرة الحكاية أليمة لكن أبطالها لم يفقدوا الأمل بالغد. لنبدأ. لم يكن سهلاً على الإطلاق أن أعود برضا إلى ذكرى حادثة أطاحت بعينيه وأفقدته نعمة البصر. شاب يقترب من العشرين من عمره، وفي لحظة دراماتيكية ينخرط في ميدان التحرير من أجل الحرية كما يقول، أثناء فترة الاحتجاجات ضد نظام مبارك. أنا أول ما ضربت بالنار ما حسيتش بحاجة، لأن الحاجة الوحيدة اللي أنا حسيت بها بس إن أنا مش شايف وفي دم نازل من عيني بس. فجي زمايلي نقلوني مستشفى الدمرداش، فهناك عينيا اليمين كانت بايظه خالص، فهم بعد ما يعالجوها او يتعبوا نفسيهم راحوا شايلينها خالص، مفرجينها خالص، ما بقاش فيها عين. والعين الشمال ديت ما اتصابتش قوي عشان كان مش ما كانتش اتجاه الطلقه، ما كانتش اتجاه النور. فدي ان شاء الله انا عملت فيها عمليه في المانيا، وانا لما سافرت المانيا الدكتور الالماني قال لي امال ليش هقول لك عينك اليمين، بص يا اكرم دي عين اليمين ما فيهاش عين خالص، ودي عين الشمال سليمه بس ما بشوفش بيها. انت ليش كنت تنزل على ميدان التحرير؟ عشان بلدي، طالب بحقوقي. شو هي حقوقك؟ عيش، حريه، عداله اجتماعيه. يعني كان يضطهدوك، يسجنوك، حرية ايه؟ الحرية، عايزين حرية. مش شرط يا أستاذ أكرم الاضطهاد أو السجن، لا. في ناس بتبقى في الشارع بس مسجونة. ازاي أقول لحضرتك؟ إحنا كشباب ما كناش، يعني الحكومة عندنا في مصر في عندنا حاجه اسمها قانون طوارئ. قانون طوارئ بينفذ كالاتي، يعني انا مثلا انا قاعد في بيتي الحكومه كده تاخدني تعمل لي قضيه ويحبسوني، هل دي حريه؟ امر وكما تعرفون ليس بالسهل. ثمة من شعر بالندم على مشاركته في الاحتجاجات، اما رضا لا، ما فكرت اندم، عشان لو حطيت في نفسي نقطه الندم انا مش عايش. زي معلمتي ما قالت لي، قالت انت لو حطيت في نفسك نقطه الندم مش تعيش. طب وبعد ما سقط مبارك شعرت بالحريه؟ اكيد. ياتي رضا يوميا الى مركز اعاده التاهيل، وصار بامكانه استخدام الانترنت والفيسبوك. وعلى الفيسبوك بتغازل حبيبتك؟ لا، انا مالي حبيبي. مالك حبيبة؟ حبيبتي
جارتي قدامي. ما فيش داعي للفيسبوك. ما فيش داعي في سوى مكالمة تليفون. وكيف بتغازلها؟ ايه؟ كيف بتغازلها؟ هي بتيجي عندي. خطيبتي. شو بتوعدها؟ بوعدها انها تكون اسعد انسانة في الدنيا معايا. طالما هي تستحملني وانا هبقى على كده مش هتخلى عني في الايام، وانا ان شاء الله فتحت مفتحتش انا صورتها في دماغي على طول عشان شايفها قبل كده. انا كنت بشوف والله، ودلوقتي بتشوف بقلبي. انا مش كفيف ولا نعمه ولا انا ضرير، انا اتضربت بالنار من اجل بلدي. لو عيني هتضلم وبلدي تقعد في النور انا موافق. رضا تعتبر عنصراً أساسياً من عناصر حكاية عيون الثورة، لأنها تعلم الذين تضرروا وفقدوا بصرهم. ولدت كفيفة ولم تيأس، ووجدت نفسها فجأة في خضم الثورة مع الذين يأملون بغد أفضل. ضريرة منذ الولادة، عانت كثيراً لكنها استطاعت هزيمة اليأس ولم تترك له مجالاً للتغلغل إلى داخلها. كيف استوعبتي أنك أنت كفيفة؟ لا يعني خلاص بقى من زمان عرفت أن أنا مش يعني مش شايفة، فبقيت الحياة فيها حاجات أهم من أنه أنا أفكر في أن أنا كفيفة ولا لا. أنا أفكر في أنه إزاي أعمل الحاجات اللي أنا عايزاها في حياتي، إزاي أتعلم، إزاي هروح، إزاي هاجي، إزاي هكمل حياتي كلها لحد ما وصلت للي أنا فيه. مش هقف عند نقطة إن أنا كفيفة يعني. اللافت أن رضا لم تكن على علاقة بالسياسة أو ما سمي الثورة المصرية، لا بل كانت إلى حد ما مؤيدة للنظام السابق، إلا أن ميدان التحرير وما جرى فيه دفعها لتأييد الاحتجاجات ضد نظام مبارك. بقت كل الناس في كل الشوارع كلهم بيتكلموا في السياسة، وده أنا شايفة أنه إنجاز إن الناس اتشدت وبقت تتكلم في السياسة. أول ما أجا رضا لعندكم كيف تفاعلت مع قصته؟ رضا كانت بيميز أهم حاجة في حالته إنها كانت نسبة الإحباط عنده كانت بتطلع وبتنزل، يعني مرات تلاقيه مقبل على الدرس، مرات تلاقيه مستني نتيجة العملية أهم من أي حاجة. فكان لازم وأنا بشتغل معاه إنه طبعا ببقى عامله حسابي لكل ده، لانه حقيقي هم كلهم تحت ضغط نفسي غير عادي، دي حاجه لازم كلنا نبقى معترفين بيها. والحمد لله ربنا وفقني يعني انه بطوله البال والصبر قدرت ان انا اعمل له الحاجات اللي بيحبها الاول، علشان ده يربطه بالكمبيوتر. يعني هو كان اول حاجه عايزها انه يدخل على اليوتيوب يجيب الفيديوز يشوف الحفله او الاستقبال اللي الناس عملوه له في المطار. فعملت ده كان اول حاجه وخليته هو يعملها بنفسه، رغم ان هو ما كانش يعرف كمبيوتر قوي لسه الكيبورد ما كانتش محفوظه، بس بقيت احاول اشتغل باقل الامكانيات اللي عنده علشان ده يحببه في الكمبيوتر، فيبقى عنده الرغبه في ان هو يكمل. طب تفاعلتي مع قضيته انت، مع قضيه الثوره؟ الحقيقة هو كان بداية تفاعلي مع الثورة، طبعا أنا كنت متابعة كويس قوي من وأنا في البيت، وكنت بكتب بعض المقالات وبعض المشاركات على الإنترنت سواء في الفيسبوك أو في مواقع تانية مختلفة، كنت بكتب وبقول رأيي وعندي كذا مقال، ولكن كنت دايما أفكر فيهم الناس اللي راحت عينيهم في الثورة، إلى أن كلموني علشان أحمد حرارة. وكان بداية أحمد حرارة كان هو بداية
اني انا اتعامل او اتفاعل مع مصابين الثوره، وان كنت حاولت انا وبعض اصحابي انه نتصل باحد الدكاتره وفي القصر العيني ونشوف ازاي ممكن يعني نشتغل مع الناس دول او ازاي نقدر نساعدهم حتى على المستوى الانساني يعني بعيد عن الكمبيوتر. عيون الثوره حكايه لا تنتهي، وتحمل في طياتها الكثير من التفاصيل الكاشفة لطبيعة السلطات التي تسعى دائما إلى إلغاء الآخر، لكن الآخر مصمم على متابعة الطريق. المزيد بعد الفاصل، انتظروني. رصاص الأمن المصري أطاح بعيون العديد من المصريين المنتفضين ضد نظام مبارك إلى الظلام، لكنه نسي، أي الأمن المصري، أن البصر الداخلي لا يمكن اقتلاعه من شبان هبوا ضد الاستبداد. من مات مات، لكن من بقي على قيد الحياة وأصبح ضريراً فتلكم مصيبة يتحدث عنها الجميع في مصر. أذهب به إلى ميدان التحرير، الميدان الرمز. محمد فقد عينيه في جمعة سميت جمعة الغضب برصاص أطلق عليهما من مصريين بسبب مشاطرته للمتظاهرين ضد نظام يقولون إنه مستبد. نظام مبارك عامة كانت فيها موجود فيها الفساد والظلم والاستبداد، وكان طبعا بجهاز الشرطي البوليسي بتاعه كان يطمع أي حد يتكلم في أي دور سياسي، كان منع أي حد يدخل في الشأن السياسي في مصر. شعرت بالحرج عندما فكرت بسؤال محمد عن كيفية إصابته، لكنني تجاوزت المسألة وسألته. أنا إصابتي تمت بالضبط حوالي الساعة 8 بالليل، كنا كام عدد من الشباب متجمعين، كنا واقفين، كان طبعا بعيد عن المظاهره بشويه، قالوا ان في مصفحه هتجينا من ورا عشان تضربنا، طبعا احنا رحنا عشان نوقف المصفحه ديت ونهاجمها. طبعا المصفحه ديت انا كنت قريب منها حوالي، طبعا تقرير الطب الشرعي لما حدد نسبه الاصابه بيني وبين الاصابه جات لي عن بعد مترين، انضربت بالبندقيه الخرطوش، بندقيه خرطوش حديد طلق ناري، الخرطوش جالي كله في الجزء اللي فوق، جالي في دماغي كده بعينيا. طبعا اول ما انضربت انا وقعت على الارض، وطبعا داسه ضربتني خبطتني المصفحه في جنبي. في ذيك اللحظه محمد شعرت بالندم انك شاركت بالمظاهره؟ لا طبعا، ما ساعتها بالظبط انا ما شعرتش باي حاجه، لان كنت في الموت، كان كل اللي على في لساني عايز بنج، عايز مش عايز احس بالالم، لان اول ما انضربت انا عندي في سناني من كتر الوجع من كتر الضغط على اسناني اتكسرت. اول ما انضربت بخرطوش حولوني على مستشفى دمنهور، ودخلت المستشفى عملوا لي اسعافات اوليه. طبعا انا عينيا كانت خلاص ضاعت خالص. تغلب محمد على محنته وانخرط بعد سقوط مبارك في حزب الدستور، ويحلم بمصر جديده ديمقراطيه. بدي أسألك، أي مصر بدك إياها أنت؟ مصر الإخوان ولا مصر الائتلاف؟ لا، إحنا عايزين مصر دولة المدنية، عايزين المشاركة، عايزين التوحد، عايزين نقف نبقى على مسافة واحدة، عايزين كلنا نبقى إيد واحدة. شو بتشوف من مصر هلأ؟
عامه اللي انا شايفه لحد دلوقتي ان احنا بقالنا 18 شهر الثوره ما حققتش اي حاجه. اللي انا شخصيا توقعاتي ان الثوره ما تحققش منها اي حاجه. محمد يتحدث عن آمال عامة دون أن يتوقف عند آماله الشخصية. عايزين رئيس لجميع المصريين وينهض بالبلد ديت، لأن مصر فيها خير بطون الأرض، ومصر فيها عمالة بشرية كتيرة وفيها خبرة، وعايزين إن هو ينهض بالبلد ديت وينمي اقتصادها. يعمل في الإعلام المكتوب بالرغم من فقدانه البصر، ويعمل أيضاً في الإعلام المسموع. الأهم في علاقته بحكاية عيون الثورة أنه لم يهدأ لحظة واحدة طيلة فترة الاحتجاجات ضد نظام مبارك. ليس بالضرورة أن تبصر إذا أردت العمل في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة. هذا هو حال محمود الذي تغلب على محنته بالعمل في مجال الإعلام. وكغيره من العديد من المصريين لم يقف متفرجاً أثناء فترة ما سمي الثورة المصرية ضد نظام مبارك، فانخرط فيها ومنح لقب مذيع الثورة، خاصة بعد أن تحققت توقعاته بسقوط ذلك النظام. أنا شخصياً كنت موجود في الميدان يعني من الأيام الأولى للثورة. الإحساس اللي حسيناه إن إحنا كلنا مش عايزين نرجع بيوتنا، كلنا مش خايفين، الموضوع مش مظاهرة بنقف نهتف شوية ونرجع تاني، نبقى حاسين إن هي مجموعة مطالب معينة عايزينها. سقف الطموح ابتدى إن هو يتطور، أولويات الحياة نفسها ابتدت إن هي تسقط بالنسبة لنا، ما كانش في أي حاجة ممكن إن إحنا نفكر فيها غير إن اللي إحنا عايزينه يستكمل. لم ينزعج محمود من اتهامه بعدم الموضوعية أثناء تغطيته لأحداث ميدان التحرير الشهيرة. هو أولاً أنا ما كنتش نازل الميدان كإعلامي، أو ما كانش في دماغي إن أنا نازل عشان أعمل تغطية إعلامية للثورة، على قدر ما أنا كنت نازل مشارك مع الناس اللي كانت موجودة. الحدوتة إن أنا وأنا في الميدان يعني أنا ليا علاقات إعلامية بإذاعات كنت بشتغل فيها من قبل الثورة، فالناس لما عرفت إن أنا متواجد في الميدان ابتدت إن هي يحصل تواصل بيني وبينهم في تغطياتي. وقت ما كنت ببدأ التغطية أو وقت ما كنت بنقل الرسائل من الميدان، ما كنتش بقول إن أنا ثائر، ولا كنت بقول تحيا الثورة، ولا الشعب يريد إسقاط النظام. كنت بنقل الصورة اللي وصلها لي من داخل الميدان بالضبط زي ما هي. الدكتور محمد مرسي عيسى العياط، أول رئيس منتخب لجمهورية مصر العربية بعد ثورة شهدت عليها دماء طاهرة وأعين حالمة مبصرة لم يعبأ فاقدوها بظلمات الحياة من بعدها. وماذا عن الأحاديث المنتشرة بشأن استئثار الإخوان المسلمين بميدان التحرير؟ مش عايزين نقول إن هي القوة واحدة اللي موجودة في الميدان، هم يعني ممكن تكون هي القوة اللي باينة أو اللي ظاهرة، ولكن أولاً وأخيراً طبعاً يعني شيء يعني غير مفهوم تماماً إن الثورة اللي صنعها العديد من القوى الثورية والسياسية والشبابية يعني تقول في النهاية إلى قوة واحدة هي اللي تكون في نهاية الأمر هي اللي باينة على الوش أو هي اللي ظاهرة على المشهد. مؤخراً تم اغتصاب إعلامية أجنبية في ميدان التحرير. من وجهة نظري ان احنا كلنا كان لازم ان احنا نقف وقفة حاسمة قدام اي محاولة تعدي على الفتيات، سواء كانت فتاة مصرية سواء كانت فتاة بريطانية ايا كان جنسها. اولا واخيرا هي فتاة، لا يقبل ابدا ابدا التعدي على حرمتها. شو توقعاتك لمستقبل مصر؟ والله توقعاتي لمستقبل مصر يعني أنا في كل الأحداث المؤسفة اللي حصلت في الفترة اللي فاتت كنت متفائل لشيء واحد فقط، لأن هذه الثورة لو كان ربنا سبحانه وتعالى ما أراد لهاش إن هي تنجح ما كانتش نجحت،
وطالما إرادة ربنا في نجاح هذه الثورة فكل ما يحدث يحدث نتيجة حكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى وحده، وفي النهاية الثورة منتصرة. سيدي الفاضل، ما كان أحد يتوقع أبدا أن نظام مثل نظام مبارك بكل جبروته بكل قوته بكل أجهزته الأمنية والاستخباراتية وما إلى ذلك يسقط في 18 يوم. من أسقط نظام مبارك في 18 يوم قادر على أنه يقف بجانب هذه الثورة إلى النهاية بسواد أبنائه. تلكم عينات من أناس فقدوا بصرهم من أجل حياة أفضل لوطنهم وذويهم كما يعتقدون، مسطرين بذلك حكاية أسميتها عيون الثورة. إلى اللقاء الأسبوع المقبل في حكاية جديدة من حكايات مع أكرم خزام. We'll be right back.